السلام عليكم، ازيكم؟ واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وفيديو النهاردة عن اعادة تدوير التيشيرت الجميل ده، وماشى شتوي مليانة وحلوة وما بقيناش نلبسه، وكمان في بقع في الكم كده بصراحة خليته بقى مش هيتلبس خلاص، فقلت استغله واعمل بيه كيس كوشن ونعمله سوا. كيس الكوشن اللي هو على شكل ظرف ده نعمله مع بعض بإذن الله. طبعا هحدد مقاس الكوشن اللي عندي وحددها على التيشيرت بالشكل ده. انا الكوشن بتاعتي 40 في 40، فانا عملت عليها وعملت بزيادة عشان عملت حساب الظرف، طبقة الظرف طبعا، وبقص من الجناب كده. بصوا بقى معايا واحدة واحدة كده، هنطبق 3 صوابع كده من التيشيرت، وكمان هستغل طبعا التانية اللي في نهاية التيشيرت من تحت، هعمل كده وحط الجزء التاني عليه. وقص بالشكل ده، المهم ان الخلاصة دي هو ده مقاس الكوشن اللي عندي 40 في 40. هخيط بقى من تحت ومن كل جانب. ال3 جوانب بس هما اللي هخيطهم، لكن الجانب اللي انا تنيت فيه التانية بتاعت الظرف دي هو ده اللي هسيبه. بعد ما خيطتها، شايفين السهولة؟ مفيش سهولة اكتر من كده، شايفين بقى شكل الظرف ازاي؟ طلع الاركان كده بتاعت الخياطة. نشوفها بقى وندخل فيها الكوشن بتاعتي. بالشكل ده اهي، الله، بقت جميلة، كوشن جميلة بشكل ظرف حلوة، والتيشيرت قماشته مليانة وعليه تطريز رقيق وحلو قوي. استغلوا الحاجات اللي موجودة عندكم، ما ترموهاش، لو مش بتلبسوها استعملوها في حاجة تانية. يا رب الفكرة تعجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.